كده بص ماشي، احنا هنتست اهم حاجه دلوقتي اللي هو في تجربه البي جي تي ان احنا نتست الدايت. هنفتح الديجيتال مالتي ميتر ونختار على الدايت او ترانزستور، بس هو جواه دايز فاحنا هنتست الدايت. فهنقعد نجرب لحد ما نلاقي البيز والاميتر والكوليكتور وكده. فالمهم هنا عشان نخلص هتطلع طبعا فولتات كبيرة وهتطلع اوبن وهتطلع حاجات غلط، فهنقعد نبدل لحد ما نلاقي الفولت اللي احنا عايزينه اللي هو بتاع الدايود اللي هو 0.69، المفروض 0.7 بس هيطلع هنا 0.69 زي كده. بس يعني ايه المفروض 0.69؟ جرب جرب يا اسطى. ماشي كمل برضو. كل الكلام ده غلط، احنا بنقعد نجرب برضو غلط. ففي الاخر يعني الترانزستور ده احنا عايزين نعرف هو ان بي ان ولا بي ان بي. فان بي ان يعني واحد بس اللي بوزيتيف اللي هو الاحمر اللي هو بنقيس بي، والتاني النيجاتيف اللي هو الجراف. فاحنا هنلاقي في الاخر ان اللي في النص البيز اللي هنحط عليه الاحمر اللي احنا مثبتين الاحمر البي ان بي. هنثبت الاحمر على البيز لما نلاقي البيز. فهنا خلاصة يعني هنلاقي ان البيز هو اللي في النص، لما نحط الاسود على اي ناحية تانية هتطلع. انت مش مشغلين دايرة؟ استنى بس. فهنا هيطلع ان البيز في النص وهنحط الناحية التانية اي حتة. فدلوقتي عايزين نعرف هو اميتر ولا كوليكتر. فهنعرف ان ان بي ان ان كان الاحمر هو السائل. المهم لما نعمل كده الناحيتين احنا لازم نتست ما يكونوش متوصله في الدايره. فاحنا هنحط الاحمر هو في النص عشان هو البي، وهنحط الان على الناحيتين التانيين. الاثنين هيطلعوا القيمه دي اللي هي 0.6، فواحده هتطلع 0.69 واحده هتطلع 0.64. فال 0.64 اللي هو الصغيره هتبقى الكوليكتور، والكبيره هتبقى الاميتر. فكده فين الاميتر؟ هنا اللي تحت فوق. اه اللي تحت. فهنا هنوصلها في تلات بوينتات مختلفين، والاميتر هو اللي تحت هنا. الاميتر في الدايره اللي وصلناها في الاول، هوريكم صورتها في الاخر، يعني متوصله بالجراوند. الاميتر بالجراوند. ثانيه واحده بس. الاميتر بالجراوند، نحطها في الجراوند. والكوليكتور متوصل عليها ريزيستنس، احنا هنكون قايسينها، هنكون قايسين الريزيستور 510. دي 510 تمام، متوصل عليها 510. والريزيستور هتكون متوصله ب لا الكوليكتور متوصله بال 15 فاريبل بال 5. لسه عند البيز اللي في في الفاريبل يا ابني. دي الكوليكتور. اه طيب ماشي ماشي. يبقى البيز هتتوصل بالريزيستور، هتتوصل بالفاريبل باور سبلاي. والكوليكتور فين الريزيستن؟ حط الريزيستن دي تحت اهي. والريزيستن هنوصلها بالكوليكتور. بعد كده هنوصل الكوليكتور بال 15 فولت، ببناية ال 15 فولت. بكده البيز بالفاريبل باور سبلاي وال15 بالكوليكتور. تمام، انت متاكد دي ان هي دي 500 و... اه ايش بعد كده هنفتح الفاريبل باور سبلاي ونختار طبعا هنا الجي دي سي. هنا اخترنا البي دي سي، هنا الفاريبل باور سبلاي اتحطت على النيجاتيف ولا على خمسة، حطيت على البوزيتيف سبلاي. مرة نسبة خمسة، مرة سبعة، مرة في كل مرة بنقيس ايه الفي. تمام، خليها خمسة واعمل رن. دوس رن. هنا هنقيس بقى ايه؟ نثبت الجراوند على نثبت الاسود على الجراوند. وبعدين مرة هنقيس الكوليكتور هتطلع القيمة دي، تطلع القيمة دي. ومرة هنقيس البيز، هنحط البيز تطلع القيمة دي. لا لا، وبعدين هنسجل وبعد كده بس. فاحنا 10 بعد كده هنغير هنا 7 فولت و10 فولت. تمام،
فاحنا كده طلعنا حسابات ال V واحنا معانا ال R. هنطلع حسابات ال I بتاعت ال C وبتاعت ال B كوليكتور والبيز. بعد كده هنجيب البيتا I C على ال I B، هتطلع المفروض في رينج من 50 ل 200 بس، ودي وصلة الدائرة.